السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخيرا يا شباب لقيت تطبيق تسجيل المكالمات اللي بيشتغل على جميع أجهزة الأندرويد سامسونج وشاومي وأوبو وريلمي وإنفينكس وتكنو، وبيشتغل بشكل تلقائي والتطبيق مجاني 100%. والأفضل من كل ده إن أنت مش بتسمع الرسالة دي. اجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يعني المكالمة هتتسجل وهتسمعها وبأعلى جودة إن شاء الله. الفيديو ده متصور في شهر 6/2024، ودي تعتبر أحدث طريقة لتسجيل المكالمات لجميع أجهزة الأندرويد. ولكن قبل ما أبدأ الشرح لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا. الأهم من إن أنت تشوف التطبيق وإن أنت تنزل التطبيق أو البرنامج اللي معانا النهاردة، هي إن أنت تقدر تظبط الإعدادات بتاعة البرنامج ده بشكل صحيح 100%. لأن ناس كتير بعد ما نزلت البرنامج ده واشتغل عن بدأ يظهر عندها مشاكل، وده كله كان بسبب غلطات بسيطة عملوها وهم بيعملوا إعداد البرنامج أو ضبط إعدادات البرنامج. فأنصحك إن أنت تتابع الفيديو ده من أول دقيقة لآخر دقيقة وتمشي معايا خطوة بخطوة عشان تضمن إن البرنامج يشتغل معاك في النهاية. ولو لقيت أي مشكلة قابلتك عيد الفيديو مرة واتنين لحد ما تظبط جميع الإعدادات زي ما أنا عملتها في الفيديو بالظبط. يلا بينا زي ما تعودنا، ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ الشهر. اولا روابط تحميل البرنامج هسيبها لك تحت في الوصف، هتضغط على الرابط هيدخلك عندي على قناة التليجرام، هتلاقي البرامج موجودة هتبدأ حضرتك تحملها. اول حضرتك ما تفتح التليجرام بالشكل ده هتلاقي البرنامجين بالاسم ده كده، هتضغط على البرنامجين تحملهم، وبعد ما تحملهم على الموبايل هتضغط عليهم تثبيت. اول حاجة هتثبت البرنامج رقم 2، هتقول له مرة واحدة فقط، وبعد كده هتقول له تثبيت، بعد كده هنضغط على تم، بعد كده هنروح نثبت البرنامج رقم 1 وهنقول له تثبيت. تمام جدا يا شباب، وبعد ما ثبتنا الاثنين هنطلع بره خالص كده وهنلاقي البرنامجين نزلوا عندنا بالشكل ده كده يا شباب. هنبدا نظبط اعدادات البرنامج الاول، وبعد كده نظبط اعدادات البرنامج الثاني، وبعد كده هنعمل ربط ما بينهم عشان يقدر يسجل صوتك وصوت الطرف اللي بيكلمك. ودي التركيه اللي انا قلت لكم لازم نعرف نظبطها كويس. اول حاجه هتضغط هنا على البرنامج الاول اللي مكتوب عليه التليفون ده، وبعد كده هتقول له هنا تعيين، بعد كده هتختار اسم البرنامج تحت خالص ترو فون، وبعد كده هتقول له ضبط كتطبيق تلقائي. ودي اول خطوة عملناها يا شباب، وان انا خليت البرنامج ده هو الرئيسي اللي عندي على التليفون. يعني انا دلوقتي بقى عندي اتنين، ده واللي هو تبع شركة جوجل العادي خالص بتاعنا، وعندي البرنامج التاني اللي هو ده. فانا دلوقتي مش لما اجي اتصل بحد مش هتصل من البرنامج الاساسي اللي عندي على الموبايل، انا هتصل بالبرنامج الجديد اللي انا نزلته ده. واجهة البرنامج ده بسيطة جدا، متقسمة فوق الاربعة. اول حاجة المجموعات لو انت عامل مجموعات، تاني حاجة جهات الاتصال اللي موجودة عندك على الموبايل، تالت حاجة سجل المكالمات الصادر والوارد والفائت بتاعك، بعد كده المفضلة لو انت حاطط ناس في المفضلة. هننزل تحت خالص كده هنلاقي علامة الزائد دي، علامة الزائد ووضع العرض مش مهمين خالص عندنا، دول لو انت عايز تضيف اي حد من اللي عندك في قائمة المفضلين. بعد كده هنضغط على الثلاث نقط دول، ومن هنا هنضغط على اعدادات. هتلاقي الصفحة دي ظهرت كده قدامك يا شباب، طبعا مليانة حاجات كتير جدا، احنا هنتكلم عن اهم حاجات موجودة في الصفحة دي. اول حاجة عندنا يا شباب وهي المظهر، ودي لو عايز تغير الوان البرنامج. التبويبات دي ومن الافضل ان انت ما تلعبش فيها. لوحة الاتصال دي لو عايز تظبطها، حجم الخط ده بالنسبة للناس اللي نظرهم ضعيف شوية، وهنا الصور والرموز لو انت عايز تضيف صور لجهات الاتصال الخاصة بيك. وبقية الاختيارات هنا تقدر حضرتك تتصفحها مع نفسك. كده احنا خلصنا البرنامج الاول، هندخل دلوقتي على البرنامج رقم 2 مسجل المكالمة، وهنا شباب هتبدأ تديله accept او موافقة، وبعد كده هنا هتقول له جرانت اللي هي اللي تحت خالص على اليمين ديت، بعد كده هتبدأ توافق على جميع الصلاحيات اللي هو بيطلبها. تمام جدا يا شباب، هنضغط عليها مرة كمان، وهنا يبدأ يدخلني على الإعدادات اللي موجودة في التليفون. هبدأ أدور على البرنامج بتاعي مسجل المكالمة وافتح الاختيار بالشكل ده،
وبعد كده هرجع تاني وهضغط عليها برضو لتالت مرة. وهنا بيطلب منك في الصفحة دي ان انت هتفتح اعدادات خاصة في الموبايل عشان يقدر يوصل لصوت الشخص اللي بيكلمك ويسجله. فانا هقول له هنا تحت خالص كده اوبن، بعد كده هضغط هنا على الاختيار اللي قبل الاخير اللي هو التطبيقات المثبتة. بعد كده يا شباب هضغط هنا على اسم البرنامج اللي انا لسه منزله وهو ترو فون. لو ضغطت عليه كده هيقول لي هنا ضبط مقيد لاسباب تتعلق بحمايتك، هذا الضبط غير متوفر. طب انا ازاي اخلي الضبط ده متوفر؟ هطلع بره خالص كده، وبعد كده هروح ادخل على الاعدادات وهنزل لتحت، هوصل لحد التطبيقات وهبدأ هنا ادور في التطبيقات بتاعتي على برنامج ترو فون اللي انا لسه منزله دلوقتي. وبعد كده هضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق على اليمين دول، ممكن يكونوا عندك على الشمال مفيش مشكلة، وهتضغط على السماح بالضبط المقيد. بعد كده هيطلب منك ان انت تدخل الباسورد اللي موجود على موبايلك، وقال لك دلوقتي تم السماح بالضبط المقيد. كده انا هطلع خالص وهرجع بعد كده ادخل على البرنامج بتاعي مسجل المكالمة، وبعد كده هقول له open accessibility setting. بعد كده هدخل تاني على التطبيقات المثبتة هلاقيه اشتغل عندي بالشكل ده، هضغط عليه ضغطة، وبعد كده هروح جنب ايقاف التشغيل دي كده واعمل لها تشغيل وهضغط هنا السماح. كويس جدا يا شباب، الخطوة دي عملناها عشان يقدر يوصل لصوت الشخص اللي بيكلمك. وزي ما قلت لكم انا جربت البرنامج ده على موبايل اوبو، موبايل شاومي، موبايل ريلمي، موبايل سامسونج، موبايل انفينكس، وموبايل تكنو، واشتغل معايا 10 على 10. ولكن اهم شيء ان انت تمشي معايا في ضبط الاعدادات الخاصة بالبرنامج بشكل صحيح. بعد كده انا هرجع كده تمام جدا، هضغط تاني على open accessibility setting اهو، قال لي تاني ادخل على التطبيقات المثبتة، هلاقي هنا كول ريكوردر برضو عايزة تتفعل بالشكل ده. هروح اعمل تاني نفس الخطوات، هدخل هنا على التطبيقات، وبعد كده هدور على البرنامج التاني اللي هو مسجل المكالمات. دلوقتي يا شباب ادي البرنامج اللي هو مسجل المكالمة، هضغط عليه تاني، هروح اضغط برضو على الثلاث نقط دول، وبعد كده هضغط على السماح بالضبط المقيد، هحط الباسورد بتاعي تمام جدا، قال لي تم السماح بالضبط المقيد، وارجع ادخل تاني على البرنامج وهضغط له على open accessibility setting، هرجع ادخل على التطبيقات المثبتة، بعد كده هدخل على call recorder، بعد كده هضغط على فتح وهضغط هنا السماح. في نقطة مهمة هنا جدا يا شباب لازم تاخد بالك منها، لو انت كنت بتجرب برامج تانية لتسجيل المكالمات وفعلت البرنامج ده فللأسف البرنامج ده مش هيشتغل معاك، لازم ما يكونش عندك تطبيقات تانية لتسجيل المكالمات. بعد كده انا هرجع تاني ادخل على البرنامج وبعد كده اضغط grant دي تمام جدا، وبعد كده هقول له هنا السماح، وبعد كده ضن او انهاء. كويس جدا يا شباب، هضغط على دي كده ديسمس. وهنا يا شباب في البرنامج ده او في المكان ده هيظهر لك جميع المكالمات اللي انت سجلتها، يعني انت دلوقتي لما تيجي تتصل هتتصل من البرنامج الاولاني اللي هو البرنامج ده، انما لو انت دلوقتي عايز تسمع التسجيلات بتاعتك هتسمعها من البرنامج ده. تمام كده، هندخل نظبط باقي الاعدادات بتاعه البرنامج، هضغط فوق هنا على الثلاث شرط اللي موجودين فوق على الشمال دول واضغط هنا على اعدادات، بعد كده هضغط على اول حاجه تسجيل. هنا شباب اول حاجه هعملها ان انا هدخل هنا على مصدر الصوت، ولو لقيتها معموله هنا على الافتراضي هختار الاختيار الاول مصدر المكالمه الصوتيه ارسال زائد استلام. النقطه رقم 2 يا شباب اللي هدخل عليها تحكم بعلو الصوت، الاختيار ده كده تمام. بعد كده هرفع ده لي قبل الاخير وده قبل الاخير، اعملهم الاثنين على 6400 وهقول له حسنا. نوع التسجيل دي هسيبها لوحدها، الاختيار اللي هو بدء التسجيل على الإجابة ده طبعا مش شغال كويس جدا، ده وظيفته ان هو اول ما المكالمة تبدأ بيبدأ يسجل، يعني خلال الرنة او الرنات او الكلام ده ما بتتحفظش في البرنامج. وهفعل يا شباب الاختيار الاخير ده كده. كده شباب انا خلصت التسجيل، هدخل كده رقم 2 على ملفات ومجلدات، وهنا شباب هدخل على اول اختيار اللي هو مجلد او فولدر، بعد كده شباب هضغط هنا على ستورج، بعد كده هضغط على الثلاث نقط اللي فوق دول وهقول له كرييت نيو فولدر، هيفتح لي الجهاز من جوه، هضغط هنا على انشاء مجلد جديد وهكتب هنا اسم المجلد اللي انا عايزه يحفظ لي في المكالمات بتاعتي، وليكن هكتبه كده باسم مكالماتي
وهضغط كده على حسنا، وبعد كده هضغط هنا استخدام هذا المجلد، وبعد كده هضغط على السماح. بعد كده شباب هضغط هنا على تنظيف تلقائي، تحت خالص اكبر عدد للملفات المخزنة هتلاقيه صفر، انا هضغط كده هعمله 1000. وهنا شباب في حاجة ناس كتير جدا سألتني عليها، موجودة في واجهة ومظهر. لو ضغطنا على كده، لو انت عايز الموبايل بتاعك يديك اشعار ان المكالمة اتسجلت هتسيب الاتنين دول كده متفعلين. طب لو انت عايز المكالمات تتسجل بدون ما يدي اي اشعار خالص على الموبايل بتاعك هتلغي الاتنين دول كده، وبكده برضو البرنامج هيسجل معاك كل المكالمات ولكن بدون ما يديك اشعار ولا يقولك ان المكالمة اتسجلت. هتقدر تجيب المكالمة من البرنامج بس ومن المكان اللي احنا حددناه لتخزين المكالمات. هنا طبعا لغة، لو انت البرنامج فتح معاك باي لغة غير العربية ولكن انا ظبطه لك على العربية هتختار من هنا اللغة العربية. اخر حاجة معنا شباب وهي حماية البرنامج، لو انا عايز افتح البرنامج عن طريق بصمة صبعي او كلمة مرور او التشفير بقدر اعمل كل ده من هنا. اخر حاجة معنا شباب هتضغط على النقط دول وبعد كده هتضغط على تصحيح، هتلاقي دي كده من غير ما يكون معمول عليها علامة صح هتفعل عليها علامة الصح وبترجع. وبكده شباب احنا هنكون خلاص ظبطنا البرنامجين وكل حاجة شغالة عندنا دلوقتي 10/10، واللي فاضل ان احنا نبدأ نعمل مكالمة نختبر صوت المكالمة وصوت التسجيل. مساء الخير، معك ناجي. نفس رقم على نفس الرقم يا فندم. اتفضل يا فندم. بعد ما خلصنا المكالمة يا شباب ولو حبينا دلوقتي نسمع التسجيل هندخل على المسجل وهنضغط على المكالمة. مرحبا بك في خدمة عملاء فودافون ريادة. ويلكم تو فودافون. اضغط 1 لتعب موظفي خدمة العملاء وفودافون علشان يقيم. مساء الخير فودافون، معك اشواتي فندم تشرب اسمه حضرتك. وزي ما شفنا كده يا شباب التسجيل صوته واضح جدا وسجل المكالمة من اول ما رنينا لحد ما كلمنا خدمة العملاء. كده يا شباب كان فيديو شرح النهاردة، اتمنى يا رب يكون الفيديو اعجبكم. متبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والحاجة برضو اللي بأكدها لك ان انت تمشي معايا خطوة بخطوة عشان تقدر تظبط اعدادات البرنامج بشكل صحيح. لينكات البرنامج هسيبها لكم تحت في قناة التليجرام، هتلاقوها في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، برضو هناك تقدروا تتواصلوا معايا لو واجهتك اي مشكلة. نقطة هقولها لكم يا شباب وحابب ان انا أأكد عليها، هي ان البرنامج ده لو ما اشتغلش على نوعية موبايلك فمن الافضل ان حضرتك ما تتعبش نفسك نهائيا، لان مفيش اي برنامج وانا مسؤول عن الكلام ده هيشتغل عندك على الموبايل سواء كان مجاني او كان مدفوع، ان في بعض الموبايلات اللي السوفت وير بتاعها مقفول في ثغرة ان انت تسجل من عليه مكالمات. برضو انا حبيت اقوله لك عشان محدش تاني يضحك عليك ويقول لك اشتري البرنامج ده وبعد ما تشتريه برضو تتفاجئ ان هو ما بيسجلش المكالمات.